السلام عليكم ورحمة الله. دلوقتي هنتكلم عن علم إدارة الأعمال المزرعية أو إدارة المزارع ووظائفه وعلاقته بالعلوم الأخرى وصفات المدير الناجح. طبعا الكلام ده كله هنقوله باختصار، ويهمنا أن أنت أو أنكم أنتم تفهموه باختصار وتعرفوه. طبعا هنا بنعرف في البداية الإنتاج الزراعي اللي هي العملية اللي بتؤدي للحصول على الناتج، وبعد كده بنعرف المنشأة الزراعية اللي هي الوحدة الإنتاجية داخل البنيان الاقتصادي الزراعي اللي بتنتج السلع، مختلف السلع الزراعية سواء كانت حيوانية أو نباتية. وبعد كده هنشوف نعرف علم الإدارة المزرعية، وده فيه كذا تعريف زي ما قلنا. تعريف آدمز بيقول إن إدارة المزارع ما هي إلا استعمال القواعد العلمية المجربة في اختيار وتنظيم المزرعة الفردية ومراقبة عملياتها الإنتاجية، وبطريقة تمكن المزارع من الحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح من عمله المزرعي. في تعريف تاني لإيفرسون بيعرف الإدارة المزرعية على إنها العلم اللي بيدرس ويختبر التنظيم المزرعي في مزرعة ما من وجهة النظر الخاصة بالكفاية الإنتاجية واستمرار تدفق الأرباح على المزارع. قلنا عليه تعريف الزلائي إن هو بيعرف إدارة المزارع على إنها علم وفن وعمل اقتصادي، علم لأنها بتطبق القواعد والأصول العلمية أو لدينا قواعد وأصول ومبادئ علمية، فن إن يكون عندك خبرة ومهارة وبالتالي بتطبق هذا العلم بمهارة وخبرة، عمل اقتصادي إنه بيقول إنه طبعا الأساس فيها هو برضو الحصول على الربح، وبالتالي يبقى إدارة المزارع هي علم وفن وعمل اقتصادي. هنا بيوضح لي بقى بعض التعريفات، وبعدين هنشوف أهم أهداف الإدارة المزرعية. وأهم هدف هو تطبيق الأصول العلمية في صناعة الزراعة للحصول من المزرعة على أكبر غلة ممكنة اقتصاديا بصفة مستمرة مع المحافظة على خصوبة أو من المهام الإدارة المزرعية. علاقة إدارة المزارع بالعلوم الأخرى طبعا لها علاقة بعلم المحاصيل وعلم الإنتاج الحيواني والتربة والمياه والأراضي والمكانة ووقاية النبات. يعني مدير المزرعة لابد أن يكون عارف في المحاصيل طريقة الزراعة والإنتاج والغلة وغير ذلك، يكون عارف الإنتاج الحيواني واحتياجات الحيوانات من العلف والمواد البيطرية وغير ذلك، يكون عارف خصائص كل تربة والزراعة اللي بتجود فيها أو المحاصيل اللي بتجود فيها، يكون عارف عنده فكرة عن وقاية النبات والأمراض والحشرات وغير. وبالتالي هنا بنشوف الوظائف اللي بيأديها علم المزارع: التخطيط ثم التنظيم ثم التوجيه ثم التنسيق ثم الرقابة. من مواصفات مدير المزرعة الناجح هنقول بعد كده إن شاء الله هذه النقاط واحدة واحدة كده، منها مثلا القدرة على تحليل المشكلات والتفكير فيها، الاستعداد الشخصي اللازم لجمع المعلومات الجديدة، القدرة على اتخاذ القرار، الرغبة في تحمل المسؤولية والأخطار، عدم الإكثار من إصدار القرارات، أن يعرف كيف يستفيد من تحسن الظواهر الجوية في أي وقت، أن يكون خبيرا بإدارة العمال، وهكذا في كذا صفة: صائبا في حكمه، قوي الذاكرة، قوي الملاحظة، طموحا محب للعمل والمعيشة في الريف. كل دي صفات خاصة بمدير المزرعة يجب أنه يكون بيتصف بها. شكرا، وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة إن شاء الله.